السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة والمعتزة الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. بإذن الله اللي هيتابعني هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن إيه. مباراة قوية جدا ومن الأرس خلال تجمع بين منتخبي الجزائر وموريتانيا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوتوفار 2024، ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء مباراة الجولة الثانية. المنتخب الأنجولي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد 2 نقطة، والمنتخب الموريتاني في المرتبة الأخيرة من المجموعة برصيد 0 من النقاط. وتقام المباراة بين المنتخبين الآلية يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024 بتمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بتوقيت الإمارات العربية. ويمكنكم مشاهدة أو متابعة المباراة عبر قنوات الجزائرية الرياضية الموجودة على نايل سات والتردد أمام حضراتكم في الفيديو، أو عبر قناة تي في جي إي الموجودة على قمر 5 درجة شرق والتردد أيضا أمام حضراتكم في الفيديو، أو عبر قناة أرتوان وأرتوبين الموجودة على قمر 9 درجة شرق والترددات أمام حضراتكم في الفيديو، أو من خلال القنوات الموجودة على قمر 13 درجة شرق والترددات أيضا أمام حضراتكم في الفيديو، او عبر قنوات الموجودة على قمر 16 درجة شرق والترددات امام حضراتكم في الفيديو، او من خلال قنوات ايرب فريزيتش الموجودة على قمر 26 درجة شرق والترددات امام حضراتكم في الفيديو، او عبر القنوات الموجودة على قمر 42 درجة شرق والترددات امام حضراتكم في الفيديو، او عبر القنوات الموجودة على قمر 52 درجة شرق والترددات امام حضراتكم في الفيديو، او من خلال قنوات ايرب فريزيتش الموجودة على قمر 62 درجة شرق والتردد ايضا امام حضراتكم في الفيديو. ولو عجبك الفيديو وحابب تتابع معايا كل الاحداث الرياضية اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع أطيب تمنيات المنتخبات العربية المشاركة بالتوفيق وتمنيات الجميع مشاهدة ممتعة، أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.